السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. مرتضى منصور دايما عايز يبقى في الصورة، عايز في الوجه، يبقى موجود في أي حدث، المهم إنه يتكلم يقول أي كلمتين وخلاص علشان يبقى أي حدث مسار اهتمام الناس، يبقى مرتضى منصور اسمه موجود وخلاص. اتكلم زي ما بقول لحضراتكم، ودي فرصه ليه طبعا. اي حاجه فيها الخطيب واي حاجه فيها النادي الاهلي، مصر كلها، مش مصر بس، والوطن العربي كله بيتكلم عنه، لازم اخش ارمي اي حاجه او اي كلمتين. المهم ايه، مرتضى منصور بيتكلم يعني. عقب على بيان، هو انا قلت لحضراتكم كان تعقيبه بسيط وتصريحاته لبعض المواقع الصحفيه عن الخطيب، وقال لك ده بيهرج وده مش بيهرج وبيتحدى الامن وبيان ضعيف ومش مقدر قيمه الامن ولا الامان والوطن ومش الوطن وانا رجل دوله ومش رجل دوله. الكلام ده كله دي كانت تصريحات قالها مرتضى منصور بعد بيان النادي الاهلي. لكن مرتضى منصور اتكلم واعلن بشكل رسمي زي ما قلت لحضرتك، كان اجتمعوا بوجود هاني زاده، طلع ومرتضى منصور اتكلم قال انا علشان انا رجل وطني وبحترم امن بلدي فهلعب مباراه المقاولين. نفس السؤال اللي سالته لخالد الغندور، ايه علاقه الامن بمباراه المقاولين؟ هو من الامن قال لك تلعب مباراه المقاولين او ما تلعبش؟ فانت ماشي ورا كلام الامن، ايه علاقه الامن او ايه جمله الامن في مباراه الزمالك والمقاولين؟ ايه الصفه يعني؟ أو مش فاهمها، انا مش فاهمها. او ايه علاقتك بالامن؟ الامن انت واقف مع الامن في ايه في النقطه دي؟ او بتنفذ طلبات الامن في ايه في النقطه دي؟ فمباراة المقاولين تلعب ما تلعبش دي حاجة، وإن شاء الله بأمر الله تخسر وتفقد نقاط ويبقى خسرت إن شاء الله من اف سي مصر ومن المقاولين العرب. ده بخصوص قال لك أنا عشان أنا راجل وطني وراجل وطنية وراجل مش عارف إيه. المهم إنه استغل الحدث للهجوم طبعا زي ما قلت لحضراتكم على الكابتن محمود الخطيب، ربنا يشفيه شفاه الله وعافاه، اللهم آمين يا رب. قال لك الدولة في خطر وفي دواعش مش عارف جوهم منين ورايحين فين وجوهم ودخلوا وعملوا الكلام ده كله. والخطيب ماله ومال القصة دي؟ الخطيب والنادي الاهلي بعيد وكرر مليون مره، لو عنده ذره شك ان مباراه الاهلي والزمالك هتثير مشاكل او هتسبب قلق او هتعمل احداث مؤسفه او ازمات امنيه، عمره ما كان هيطلع هذا البيان. لكن الخطيب تأنى وانتظر الامن يطلع، او انتظر اتحاد الكره يطلع خطاب الامن، مفيش حاجه ظهرت. واكيد اجرى اتصالاته وعرف مين اللي بيتكلم ومين اللي بيتحرك. وزي ما قال عبد القيع، القصه مش قصه امن خالص، مفيش أي أزمات للموضوع. النادي الأهلي، مباراة النادي الأهلي ما يسببش أي مشكلة يعني. مباراة الأهلي والزمالك ما تسببش أي مشكلة، وبناء عليه النادي الأهلي طلع البيان. فالمهم مع مرتضى منصور قال لك إيه، الدولة في خطر، افهم يا محمود، في دواعش ومش دواعش، أنت يا محمود ماشي ورا شوية عيال على الفيسبوك بيحركوك، علاء صادق ومحمد علي، وكأن الخطيب يعني زي ما اتهم الخطيب قبل كده، انت اخواني والنادي الاهلي معقل للاخوانيه ولسه النادي ما اتطهرش من الاخوانيه. قال لك يا محمود يا خطيب، فوق في بره تحريض يومي على مصر من الجماعه اللي قاعدين في قطر وفي تركيا ومحمد علي. يا محمود يا خطيب اهدى، ما تتهزش من شويه عيال عايزين يولعوا في البلد. والنادي الاهلي لما يتكلم ويحافظ على حقوقه وحقوق الانديه ويحافظ على مبدا تكافؤ الفرص ويحط النقط على الحروف، انا اللي عاجبني في البيان انه بيضع النقاط على الحروف من اول بدايه الدوري. النهارده مش هسيب لك كده، لو انا تساهلت معاك والكلام ده كله بسبب طلب، القصه كلها مرتضى منصور وطلب تاجيل مباراه الزمالك واتحاد الكوره استجاب. لو انا تساهلت مع اتحاد الكوره بعد اسبوعين الزمالك تاجل ماتش، بعد كل ثلاثة اسابيع الزمالك تاجل ماتش، والنادي الاهلي ممكن ياجل ويضغط الاهلي يطحنه في اسبوع يلعب ماتشين. لكن لا، انا صحيح لك. انت بتقول لي عمرو يا جنين وغيرك وبتاع والظروف والقصه والحكايه وواقف على الحياد، لا ماشي، انا هاخدك بمحمل حسن وهمشي معاك، لكن مش هفوت اي هفوه. وده اللي كان قاله سيد عبد الحفيظ، الموسم الجاي هيبقى صعب ولازم الاهلي يتخذ قرارات حاسمه علشان حفظ حقوق النادي الاهلي. وده اللي حصل، وده ما يزعلش حد يعني. قال لك ايه، انت محمود فاضل البيانات، بقيت خطيب بيانات، ده امن دوله ومصر اهم مني ومنك. طبعا اهم مصر اهم مننا جميعا يعني، اهم من اهلي وزمالك. انت بتفكر ازاي؟ هو مرجان هيلعب في دماغك ولا خالد مرتجي اللي اخده فضحاه لازم يدخل سيدات في القصه وهجوم واي كلام وخلاص، ولا محمد عثمان اللي انا بتحداه انه ما دفعش مش عارف عن مين وما قدمش شكوى فين وانه
الرئيس السابق مختطف، هما دول اللي بيحركوك يا خطيب. ممكن ارد عليك ببيان. طب ما انت يوميا على الله بتطلع ترد على علي مرتضى، يوميا بتطلع ترد على الخطيب. هو انت مرتضى منصور بتسيب اي فرصه؟ ده انت في البرنامج بتطلع مره مرتين، وممكن تعمل لك فيديو متسجل بترد. ما هو مفيش قدامك غير الاهلي وجماهيره والخطيب، يعني هل ممكن تطلع بيان؟ طب ما انت اللي انت بتعمله ده ايه؟ هو النهارده البيان ده لازم يكون مكتوب، ولا ممكن اعمل فيديو اقول بيان؟ يعني ايه المشكله؟ يعني ممكن ارد عليك ببيان، مش هلعب مع المقاولين الا لما تلعب مع الجونه، لكن انا رجل دوله، انت عقلك في رجليك. نفس الكلام المكرر، وانا عقلي في دماغي. بطل يا محمود، انت مش صغير، ما تمشيش ورا علاء صادق. وبيتكلم بقى عن نكته، قال لك ايه؟ انت نجحت، احنا كلنا الناس كلها عارفه انت نجحت ازاي. نجحت بفلوس تركي آل الشيخ، والانتخابات لو اتعادت ما حدش هيديك صوت، ومش هتنجح تاني، ومش هتشوفها تاني. انت بتتكلم عن محمود الخطيب يا مرتضى منصور؟ فلوس مين اللي تنجح تركي آل الشيخ؟ فلوسه تركي آل الشيخ، النادي الاهلي، الرقابه الاداريه جت حققت في القصه وعرفت راحت فين وجت منين. فسيبك وبعدين انت بتتكلم باسم تركي آل الشيخ تاني ليه؟ هو مش تركي آل الشيخ قال لك انا ليا لسان؟ ما حد، لا محامي ولا اي شخص عادي يتكلم بالنيابه عني، انا ليا لسان واعرف اتكلم. تتكلم عن تركي الشيخ ليه يعني؟ هو لازم الراجل يحرجك يعني؟ ومع الوقت هيحرجك. احنا في انتظار احراج تركي آل الشيخ لمرتضى منصور، هو مش هيجي غير كده يعني. قال لك شتان فارق ما بين محمود طاهر وبين محمود الخطيب. محمود طاهر راجل محترم، راجل مقدم، ما نقدرش نقول عليه حاجه، لكن محمود الخطيب هو سابق عامل لك مشكله، عامل لك حاجه نفسيه، تعبك نفسيا يعني. لكن محمود طاهر كان راجل متسامح، متساهل، مش فارق يعني، راجل اداري بتاع مهندس، ولا ملوش علاقه بالكوره، وما يعرفش الدنيا ماشيه ازاي. لكن الكابتن الخطيب تعليم صالح سليم، وتعليم تعليم حسن صالح سليم، وجه مع حسن حمدي اللي عاصر فترات طويله برضه صالح سليم، والخطيب عاصر صالح سليم. فانت مش حامل الخطيب يا مرتضى منصور. قال لك بطل يا محمود، انت مش صغير، مفيش عصاد. محمود الخطيب انت عارف، قال لك كنا مستنيين تهنينا في بطوله اليد، وانت هنيتنا فيها قبل كده، انت هنيت النادي الاهلي فيها قبل كده. ده انت الدوري ولا بتاع قلت عليه مسروق؟ ده انت لما بنوصل للنهائيات ما بتقولش مش عارف، بتقول الحكم مرتشي مهدع بيه، وصادق السالم الحكم الملك، نهنيك بناء على ايه يعني؟ هيج ليه؟ ايه اللي تعبك يا محمود يا خطيب؟ انا تعبك، بيتكلم وبيرد على نفسه. ايه اللي تعبك يا محمود؟ انا تعبك، وين الخطيب مش شايفك، الخطيب مش شايفك اساسا. انا تعبك، ما هو ده وضع طبيعي ان انا اتعبك، انا راجل مش عارف مؤلف قانون، وراجل عضو مجلس الشعب، وانا مش عارف. المقارنه هي اللي عامله لك التعب ده. الخطيب ما انتش في دماغه خالص. قال لك محمود ايه اللي انت بتقوله ده؟ ومش عارف ايه، لن نتدنى، انا مش هرد عليك، ومش عارف الكلام ده كله، عشان انت قلت لن نتدنى، وانا قلت ولادي وحفيدي وحفيدك اتقابلوا، وقلت هدنه، وانت قلت لن ده. على الرغم ان عادل محمود الخطيب طلع ثلاث دقائق شغالين عليها، بقى لهم اكتر من اسبوع، ثلاث ساعات على الثلاث دقائق يوميا من اسبوع، بيردوا على ثلاث دقائق لمحمود الخطيب في ثلاث ساعات بشكل مستمر يعني. قال لك احنا هنلعب الماتش، والمفروض مش عارف الاتفاقات الامنيه. خالد الغندور بقى قال لك ايه؟ صاحب الارض هو اللي يجيب الموافقات الامنيه. ما هو كلنا عارفين الكلام ده، بس الكلام ده، هل الكلام ده بيطبق على الزمالك؟ انتوا شويه تودونا كده، وشويه تجيبونا كده، واللجنه وعمرو الجناني شويه يودينا كده ويجيبنا كده. مرتضى منصور مليون مره طلع وقال انا ماليش علاقه، انا بقول للاتحاد الكوره هلعب في الملعب الفلاني، وهو يجيب موافقات الامنيه، والامن مش انا اللي بخاطب الامن، الامن بيرد على اتحاد الكوره، ما بيردش عليا. النهارده لما النادي الاهلي يجيب خطاب، لما انت بتقول دلوقتي اشمعنى النادي الاهلي وقع في الازمه، تقول لك هو اللي بيجيب خطابات الامن. طب ليه انتوا ما جبتوش خطابات الامن على طول بالموافقه على ملعب بتروسبورت؟ ما قلت لي ان الاتحاد هو اللي بعت للامن على ملعب السلام. انت بتقول لي انا ما بخاطبش الامن، بتقول لي انا بخاطب اتحاد الكوره، واتحاد الكوره بيخاطب الامن، وبيخاطب الاتحاد الافريقي لما كانت الازمه بتاعتك، اشمعنى دلوقتي الاهلي هو اللي بيخاطب الامن؟ فقال لك، قال لك بنتكلم على ماتش السوبر الافريقي ما بين الزمالك والترجي، على الرغم ان الترجي لسه القضيه بتاعته مع الوداد ما انتهتش. فيقول لك ايه؟ دي قرارات بلد، هي البلد اللي هتقول لك العب في قطر ولا تلعبش مع قطر؟ طب ما انت بتودي لعيبتك تتعالج في قطر، بلاش كده. ولا احنا لو حصلنا ورحنا كاس العالم ان شاء الله بامر نروح، وفي قطر مش هنروح قطر؟ ده هتوقع عقوبات، والزمالك وفاكرها سهله ما لو ما راحش قطر في المباراه السوبر الافريقي، هيتوقع عقوبات وهيتحرم من المشاركات الافريقيه، واحنا مستنيين مرتضى منصور ونشوف الدنيا رايحه فين وجايه منين. ده بخصوص موضوع مرتضى منصور ردا على هجومه على الكابتن محمود الخطيب.
اتكلم عدلي القيعي زي ما قلت حضراتكم عن بيان النادي الاهلي، قال لك الازمه بدات من بعد كلام مرتضى منصور طلبوا تاجيل مباراه النادي الاهلي علشان مباراه جينيريسيو، ومن هنا حصلت المشكله والتاجيلات والكلام عن الدواعي الامنيه. بيان الاهلي يحترم الامن، في ناس عاوزه تستغل القصه دي عشان تحدث وقيعه ما بين النادي الاهلي والامن، لكن النادي الاهلي صاحي وواعي، وجماهير النادي الاهلي وجماهير مصر كلها عارفه ازاي وقرت بيان النادي ازاي وطهرته، والنادي الاهلي بيقدر جهود الامن، لكن ان كل وكمان كل الانديه متضامنه مع النادي الاهلي في بيان ده. سريعا كان اختصار كلام مرتضى منصور وكلام عدل القيعي وابراهيم المنيسي. بنرجع تاني وتالت وعاشر، نتمنى الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب، اللهم امين يا رب العالمين. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا اول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم.